فوتوش حاجه، ما بيسيبوش حاجه. حبهم للاهلي ده شيء عجيب. على فكره التذكره امبارح ب 100 جنيه وده مبلغ مش قليل، لكن التذاكر خلصت في ثواني، في ثواني كانت التذاكر خلصانه. ايه الجمال ده؟ عشان كده النهارده ما عنديش غير عنوان واحد، افراح الاهلي. نرجع تاني مع افراح الجمهور. كل الفيديوهات دي من على هاشتاج حارس الاهلي، ده الهاشتاج بتاع النهارده واللي كتبناه لكم على الصفحه وكتبته لكم على صفحتي الشخصيه. يعني هي حلقه للجمهور، هي حلقه ليكم انتوا، هي حلقه احتفالاتكم في الملعب، احتفالاتكم وانتوا بتتفرجوا على المباراه، احتفالاتكم في الميادين، هي حلقه ليكم انتوا. الحلقه مليانه النهارده، عندي حاجات كتير، بس انا مكمل مع جمهور النادي الاهلي. تعالوا تاني وتالت، خليها تاني وتالت النهارده، مش كده؟ يبقى أول وتاني وتالت نروح مع فرحة الجمهور. Thank you.
خلصت فيكوا كل الكلام يا معلمين الناس الاحترام. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ والنبي كمان وكمان وكمان. انا عارف ان لسه في فيديوهات كتيرة بتتبعت وعلى يعني مع الحلقة وعلى يعني عبر الحلقة كده ان شاء الله هنفضل نذيع فيديوهات ونفضل ننقل التهاني والتبريكات والسعادة. انا ما كنتش متخيل يا وسام انك هتسجل النهاردة. ايه يا عم خليل يا بلوشي، يا جمالك يا فرحتك يا سعادتك يا حلاوتك بصراحة، يعني ايه الجمال بتاعه؟ طبعا هو في ترند شغال في مصر، هو باسم تاني بس ده الذكاء، لكنه هو خلاص بيعلق للنادي، هو بيعلق بقاله سنين طويلة جدا ونجم كبير جدا، لكن مع الاهلي حاجة تانية، الشعبية بتروح انت رايح فين؟ طاير طاير. وكل زملائنا اللي علقوا في كل القنوات كل الحب وكل التحية وكل الشكر ليهم الحقيقة يعني، لكنه هم بيجوا فرحانين، هم بيجوا نفسهم تلاقيهم بيطيروا كده من نفسهم، بيلاقوا مش قادرين يقعدوا على الأرض من الحلاوة من الفرحة من السعادة من الجمال. يا جماعة ده الناس جريت على ماتش الأهلي وجور مهيا الكيني في الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية عشان ده النادي الأهلي. عايز تتصيط، عايز تبقى نجم، الاهلي الاهلي. عايز تعرف الحدوته تروح تسال على مين؟ تسال على الاهلي وبطولاته.